بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. أين المبرات؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. المبرات مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خذ المقلمة. خذ فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. المقلمة مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. خذ الكبريت. خذ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الكبريت مفعول به منصوب. هات المحفظة. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. المحفظة مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أدخل الردهة. أدخل فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الردهة ظرف مكان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه. ما هذا؟ شباك. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ها حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل رفع خبر. أو تقول ما اسم استفهام خبر مقدم واسم الإشارة مبتدأ مؤخر، لأن الإجابة هذا شباك. شباك خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين المصباح؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. المصباح مبتدأ مؤخر مرفوع. هات المبراة. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. المبراة مفعول به منصوب. اقرأ الدرس. اقرأ فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الدرس مفعول به منصوب. من هذا؟ معلم. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ها حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة في محل رفع خبر. أو تقول من اسم استفهام خبر مقدم واسم الإشارة مبتدأ مؤخر، لأن الإجابة هذا معلم. معلم خبر لمبتدأ محذوف. أدخل الحجرة. أدخل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الحجرة ظرف مكان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه. افهم الدرس. افهم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الدرس مفعول به. اقعد على الكرسي. اقعد فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. على حرف جر يدل على الاستعلاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الكرسي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل أقعد. أين الطباشير؟ على مكتب المعلم. أين اسم استفهام خبر مقدم. الطباشير مبتدأ مؤخر مرفوع. على حرف الجر يدل على الاستعلاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مكتب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. المعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. التقدير أين الطباشر. الطباشر كائن أو موجود على مكتب المعلم. من يقرأ الكتاب في الفصل؟ عبد الله. من اسم استفهام
مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يقرع فعل مضارع خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. الكتاب مفعول به بالفعل يقرع، منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، في حرف جر يدل على الظرفية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الفصل اسم مجرور، وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يقرا. عبد مبتدا وخبره محذوف، وهو مضاف لوز الجلالة مضاف إليه، مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره. التقدير: من يقرأ الكتاب في الفصل؟ عبد الله يقرأ. من في الفصل؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، في حرف جر يدل على الظرفية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الفصل اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بخبر محذوف في محل رفع. التقدير: من كائن أو من موجود في الفصل؟ من يحفظ الدرس؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يحفظ فعل مضارع خبر مرفوع، الدرس مفعول به. اقرأ هنا، اقرأ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، هنا اسم إشارة يشار به للمكان القريب، مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان، متعلق بالفعل اقرأ أو متعلق بمحذوف حال. التقدير: اقرأ جالسا أو مسرعا أو واقفا هنا. أين القلم؟ هاتي. أين اسم استفهام خبر مقدم، القلم مبتدا مؤخر. هاتي اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، المعلم يقعد على الكرسي، المعلم مبتدا يقعد فعل مضارع خبر على الكرسي، جار ومجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يقعد. أين الساعة؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، الساعة مبتدا مؤخر. كريم يفهم الدرس، كريم مبتدا يفهم فعل مضارع خبر، الدرس مفعول به. أين القلم؟ هنا في المقلمة. أين اسم استفهام خبر مقدم، القلم مبتدا مؤخر، هنا اسم إشارة للمكان القريب متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو موجود. في المقلمة جار ومجرور وشبه جملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. التقدير: أين القلم؟ القلم كائن هنا في المقلمة. والله أعلم بالصواب.